أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة. واليوم راح نستكمل حديثنا عن مجلة الحدث الرياضي فبراير 2003، وطبعا نجم العالم وأفضل لاعب في العالم في ذاك الوقت كان الظاهرة رونالدو. أكيد. اللي طبعا اختير افضل لاعب في العالم، واهداف المونديال الثمانيه في عام 2002 اللي توج فيها منتخب البرازيل بالفعل سجل 8 اهداف، اثبت انه لم يفقد شهيته للتسجيل وان كان فقد شيئا من قوته وقدرته على المراوغه وتغيير اتجاهه. صحيح. طبعا حياه رونالدو في 11 تاريخا 11 تاريخ. ايه 22 سبتمبر 76 22 9 ولادته. ايه ولادة رونالدو لويس نازاريو داليما ابن سونيا ونيليو في بينيتو ريبيرو حي فقير في ضاحية ريو دي جانيرو الرمز البليدي، ويحمل شارع الجنرال زين هذا يعني. ولد في المنزل الرقم 114 يحمل اسمه اليوم يعني. صحيح. سبتمبر 1990 انضم دادادو لقبه في تلك الحقبة كانوا يسمونه دادادو إلى سان كريستوفن إثر مغادرة لفريق سوسيال راموس، حين ذاك حظى هذا المهاجم النحيل برعاية طبعا جيرزينيو بطل العالم عام 1970. راتبه الأول كان عبارة عن زوج من الأحذية الرياضية وساندويتش أيام المباراة بعد الشيبي يعني. بس عزكم الله يعني رونالدو الظاهرة كنت عزك الله بجوتي وساندويتش بالمباراة. طبعا في هذا 90 ها يناير 94 انتقل رونالدو إلى كروزيرو لعب المنتخب، سجل في موسمين 60 هدفا في 58 مباراة رسمية. شوف صور 58 مباراة رسمية سجل 60 هدف. حين ذاك قال الملك بليه لقد ولد وريثي واسمه رونالدو. يعني شوف قال عنه بليه، ضموه كاس العالم 94 بس ما لعب. هذا 94 طبعا. قال في يوليو 94 البرازيل تهزم ايطاليا بركلات الجزاء في نهائي كاس العالم في الولايات المتحده، حين ذاك فاز رونالدو وانا قد بدا مع المنتخب في 24 مارس ضد الارجنتين بالميداليه الذهبيه، مع انه لم يشارك ابدا في البطوله. صحيح. أغسطس 94 بعد تعاقده مع ايندهوفن مقابل 6 ملايين يورو انتقل رونالدو إلى فريقه الجديد، وكان في استقباله 72 مشجعا، وفي موسمين فاز بكأس هولندا وسجل 55 هدف في 56 مباراة. يونيو 96 شهر 6/96 انتقل رونالدو إلى برشلونة، ومع أنه لم يبقى إلا موسما واحدا فقد فاز بكأس أسبانيا وبكأس الكؤوس وبلقب هداف الدوري الأسباني ب 34 هدفا، وقد تناقلت قنوات التلفزة الأسبانية هدفه ضد كومبوستيلا الذي معروف. سجله بعد تقدم رائع ل 40 متر 180 مرة خلال 48 ساعة. صحيح. هذا اللي طاف بالنص. هذا اللي طق على راسه بوبي روبسون. يونيو 97 شهر 6/97 بعد فوزه بكأس أمريكا مع البرازيل وقع رونالدو عقدا مع الإنتر ب 30 مليون يورو، وقد حضر 5000 مشجع أول تمارينه. انتخبه الفيفا لاعب العام كما فاز بجائزة أونز الذهبية، هذه فرنسية مجلة فرنسية أونز، وفي نهاية موسمه مع الإنتر فاز بكأس الاتحاد الأوروبي. في 12 يوليو 98 في نهائي كأس العالم مع فرنسا، احفظ التاريخ 12/7/98 نهائي كأس العالم مع فرنسا، أصيب رونالدو بنوبة صرع، وبعدما أثبتت فحوص طبية أن وضعه غير خطير شارك في المباراة النهائية التي خسرتها البرازيل أمام فرنسا 3-0. مباراة كارثة 3-0. وشارك نطلع فاصل بغازي إن شاء الله ونتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع مجلة الحدث الرياضي. ها نعم. طبعا كان هناك لقاء مميز عن
رونالدو. نعم وصلنا طبعا مشاركته في 12/7/98 مع النهائي. مع البرازيل ضد فرنسا في النهائي اللي خسروا البرازيل طبعا النهائي الأليم 3-0 في فرنسا. يعني نوفمبر 1999 في الأسبوع العاشر من دوري إيطاليا أمام ليتشي أصيب رونالدو بتمزق جزئي في وتر ركبته. صحيح. أذكر اليوم طاح يعني قام يصرخ من الألم. وكانت هذه الإصابة الأولى من سلسلة إصابات أبعدته عن الملاعب لعامين. في طبعا يونيو شهر 6/2002 مع لاتسيو رونالدو يهدي البرازيل بهدفين النهائي نجمتها الخامسة في كأس العالم. شوف هذه اللي هي 10 يمكن يونيو 2002. صحيح. 10 يونيو يمكن 2002 أو يونيو 2002 رونالدو يهدي البرازيل بهدفين نجمتها الخامسة في كأس العالم. يعني 5 مرات فوز البرازيل بكأس العالم. نعم. وبنفس الوقت يستحق لقب هداف المونديال 8 أهداف وسجل بالمباراة النهائية. صحيح هدفين. كم تأتي 2-0 وأيضا حتى في قبل النهائي ايه؟ أحرز في مرمى تركيا ايه؟ هدف الفوز. أي صحيح. في أغسطس 2002 قبل دقائق من إقفال بورصة الانتقالات وقع رونالدو مع ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو وهكذا انتهى مسلسل شيق تابعه الكثيرون. شوف الميزة في رونالدو أو الشيء اللي يعني نحسب حق رونالدو أن الجمهور يحبه بجميع أطيافه، لعب مع برشلونة ولعب مع الغريمة اللي هو ريال مدريد، لعب مع الانتر ولعب مع غريمة اللي هو نعم. إيسي ميلان. يعني هذه شغلة نادرة تصير يعني مع أي نجم. صارت مع لويس فيغو لعب مع برشلونة لكن لما راح ريال مدريد الكل يعرف سوى في جمهور نعم. برشلونة في تلك الفترة. نعم طبعا شوف سجله يعني كأس العالم مرتين عام 94 و 2002 مع البرازيل، كوبا أمريكا عام 97 بطل برازيل حصل على بطولة كوبا 97 و 99، كأس الكؤوس الأوروبية مع برشلونة عام 97، كأس الغارات عام 1997، كأس الاتحاد الأوروبي عام 1998 مع الإنتر، كأس السوبر الإسبانية عام 97 مع برشلونة، كأس هولندا عام 96 مع أياكس، أفضل هداف في أيندهوفن. إي مع أياكس مكتوب أيندهوفن. أيندهوفن. إيه يمكن الغلط. أفضل هداف في مونديال آسيا وأفضل هداف طبعًا في الدوري الهولندي في عام 95 وفي الدوري الإسباني عام 97. خاض 66 مباراة دولية مع البرازيل سجل خلالها 47 هدف. أول مباراة دولية كانت في طبعًا مارس 1994 برازيل الأرجنتين فازوا برازيل 2-0. أول هدف دولي كان في مايو 94 البرازيل أيسلندا فاز البرازيل 3-0. طبعا يعني هني نتكلم يعني رصيده من مباريات 246 مباراة سجل خلالها 189 هدف. يعني هذه حقبات في حياة رونالدو. رونالدو مع انتر رحلة عذاب طبعا الإصابة ذبحته مع انتر هذه مرتين اي انهته واحدة منهم شايدة اللي هي الثانية عقب ما رجع من الإصابة لعب مع لاتسيو حتى لعيبة لاتسيو تأثروا في إصابة رونالدو. سبحان الله رونالدو انتقل لعب بأيندهوفن بعدين راح برشلونة نفس روماريو. روماريو نعم. قبله كان في أيندهوفن بعدين نعم. راح برشلونة. برشلونة صح طبعا وشكل مع 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 روماريو ثنائي نعم قدر يأخذون بطولة قارات في السعودية وبطولة كوبا أمريكا أيضا نعم. 97 طبعا يعني رونالدو وفهد يتكلمون يعني انه ابتعد كذلك عن المنتخب فتره طويله لان اصيب يعني اكيد وصلنا تجوري بغازي تجوري يا طويل العمر تبي صوره رونالدو مع ريال ولا مع انتر لا نبي مع المنتخب البرازيلي اللي ورا خلاص ناخذ هذه طبعا صورة رونالدو مع منتخب عشان ما يزعلوا الريال ولا ايوه عشان ما يزعلوا بس النية في قلبي انا لا ريال مدريد ولا انتر ميلان انتر ميلان يعني ضد اي سي ميلان. اعزائي المشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا لا يسعني في نهاية الحلقة الا اني اشكركم على المتابعة واشكر زميلي فهد عبد الجليل الا نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة. Thank you.